زري صباح الورد. سمعتينا عم نحكي عن السلطة، عن البدائل للتجميل، بحطوا خيار وبحطوا على وجوههم ماسكات، و بلا ما يكون في قصص كيميكال بالوجه او مثل العمليات اللي بتصير. شوف بالنسبه للماسكات نقدر نقول هذا حاجه شوي تقليديه، تو نحن اليوم تقدم ما شاء الله الطب، تقدم التكنولوجيا، التقنيات تطورت جدا في عالم التجميل، فنقدر نقول وصلنا ننافس نحن كاختصاصيين تجميل علاج طبيعي، وصلنا ننافس عمليه التجميل الجراحي وبقوه، بس منافسة أكيد بتكون شريفة يعني. طيب وإلفا أنا بدي أسألك هون، قولك شو شيء طبيعي اللي ممكن ينفخ مثلاً الخدود بدل الفلر؟ ماشي. نحن هنا عنا تقنيتين، يا ما بش نروحوا للتقنية اللي هي بالماشينز بالآلات، عنا تقنية راديو فريكونسي ممتازة جداً من حيث نقدر نحدد، نعمل نحت وتحديد للوجه، عبارة عملية تجميل بتاخذ معنا وقت ممكن أطول شوي، نتيجتها بتكون على مدى معنا ماكسيموم بتكون 3 أشهر. بس هنا بعدنا على عملية التجميل، بمعنى إن أكيد في عملية التجميل بتكون في أثار جانبية، منها مثلا بتكون في تورمات، تصبغات أو كدمات أحيانا بتصير، أو مثلا أماكن خياطة، إزرقاق، أيوة أماكن الخياطة. فمنحبذوا إن اللي خاصة المراهقات ما نتجهوش مباشرة لعملية التجميل، لسه في وقت. بس الناس أصبحوا يستسهلوا دلوقتي ألفا، يعني بدأت تقول أنا ليه أستنى مثلا وقت طويل عشان خاطر أعالج شيء معين، بدأت تلجأ مباشرة للتجميل. عارفة تحسي إن إحنا في عصر السرعة، أنا عايزة النتيجة دلوقتي، عايزة الحل دلوقتي. هو فعليا هذا هو السبب المباشر. أي 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 مريضة تدخل، نحن نقوله مريضة ولا كاستمر، تدخل تحب النتيجة فورية بالضبط، مستعجلين كثير ويحبوا نتيجة كوبي، يعني تحب نسخة على الفنانة الفلانية، نسخة على، لا علاش ما نحاولوش نحافظوا على جمالنا الطبيعي. كلنا جميلات، كل النساء جميلات، لكن كل واحدة بطريقتها. نقدر نحافظ على جمالي بطريقة يعني طبيعية أكثر. مزبوط. يعني أنا بعتقد كمان ألفة لما نحن بنعرف أنه والله رش ماء الورد مثلا على الوجه بيساعد أنه البشرة تكون فيها نضارة، أشياء طبيعية. بس لكن أنا بدي أسألك، اليوم نحن بنشوف أنه يعني بنات اليوم ما عندهم ثقة بال يعني الأعشاب والأشياء الصحية، يعني بيقول لك خلاص خليش بدي أتعب حالي وأقعد زبادي وخيار وسلطة مثل ما حكى إيهاب، لا خلاص بروح عند دكتور وبيعمل لي مثلا فيلر، بوتوكس اللي بدي اياه، شد، نحت، كونتور، يعني الاشياء هذول اللي حافظهم بس الله وكيلكم. انا بس هذول كونتور ميك اب اكثر ما فيش. هذا لا، حتى في كونتور، في كونتورنج للعمليه كمان، في كونتورنج. بس شو الاشياء اللي ممكن نستخدم لها بدائل تفيدنا نحن؟ اشياء موجوده مثلا للوجه. اوكي، في حاجتين، يا زي ما فسرت لك بنستعمل ماشينز بدون الم، بتعطينا نتائج فورية يعني في يومها، تعطينا نظارة. هي خلينا نحكي لك شوي على الأجهزة هذه، هي عبارة على راديو فريكوانسي، على ألترا ساوند، على ألترا كورنت. تحب نحت بنعمل لك نحت وتبدأ تشوف النتائج فورية من يومها. بس الفرق على عمل التجميل إنك تخرج في يوم تعيش حياتك طبيعية، تمارس حياتك الطبيعية، تعمل ميك اب تخرج عادي، يعني ما فيش أي أثار جانبية. اوكي نعم. طب وفي كمان في علاجات اللي هي طبيعيه، مثلا انا واحده من الناس بستعمل، بميل الى عالم البحار، الى عالم الطحالب، الى جدا ممتازه ويعني نتائجها بتجنن. عندي اصحاب رفقه، مش حاول قديش اعمارهم، بس هن يعني فوق 60، بتشوفيها الصبيه بتقولي عمرها ماكسيموم 30، عندها بتروح بالساعة 8 بتكون نايمة، الساعة 6 الصبح بتكون طالعة عم تعمل رياضة، ما بتاكل جنك فود. هذه القصص ليش ما بنستعملها بالحياة تبعتنا؟ هذه حاجة اللايف ستايل تبعنا، اللي هو اللايف ستايل كثير تغير. ومن هنا أنا من المنبر هذا نحب نتوجه بالكلام خاصة للمراهقات والسيدات. أول حاجة حبي نفسك،
ثاني حاجة ثقي بنفسك، ثالث حاجة خليك مارس العادات اللي تخلينا نحافظوا على شبابنا، على شباب بشرتنا خاصة. نعمل رياضة. نحب نوصي كثير شرب الماء يا جماعة، راهو ماهوش يعني مش موضوع ولا نشرب ماء ولا لا، هذا موضوع من أكثر الحاجات اللي تأثر على نظرة البشرة، اللي هي أول حاجة تسألك عليها المراهقة ولا البنت ولا الست، تقول لك نحب نظارة. شنو مشكلتك؟ تجيك أكثر المشاكل تقول لك نحب نظارة، ما عنديش حد تحس شحوب. أكيد بيكون عندك شحوب لو أنت ما بتنامي كويس، لو أنت ما تاكلي أكل كويس، لو أنت ما تستعملي البرودكت الصح. في شوف المراهقات يتأثروا كثير بالسناب شات وبالفاشينيستا. أوكي، الفاشينيستا هذه ممكن تكون في أمريكا، مناخها غير مناخنا، فهي مش استعملت برودكت معين، يعني هذا البرودكت أنا يعني بيكون علي بيفيدني أنا، لا مش. والحاجة الأهم أعرفي نوع بشرتك، أعرفي شنو البشرة اللي أنت راح تتعامل معها. في كثير من الناس تخلط، في خلط تجيك تقولك أنا بشرتي جافة مثلا، بتكون بشرتها هي مش جافة، هي بشرتها ناشفة. هنا في عدم ثقافة في أنت تحكم على بشرتك من وين، من وين أحكمتي؟ في فرق كبير ما بين ناشفة وجافة. جافة يعني ناقصة مي، ناشفة يعني ناشفة ناقصة مي، جافة يعني ناقصة زيت. فهنا حتى الأقل كريم اللي هو الترطيب، اللي أنا ننصح به كل جميع الفتيات، إنهم حافظوا على ترطيبكم، حافظوا على حاجات بسيطة بتحافظنا على نظرة قوية جدا. أعرف البرودكت الكويس ليك اللي هو لازمك أنت، ما معنى ما تأثريش بغيرك ولا بنت عمك استعملت برودكت كذا فأنا لازم نستعمل هذا البرودكت. طبعا أنا كل هاي النصائح الذهبية اللي قلتي لنا إياهم ألفة، بتمنى إنه البنات يقتنعوا بهذا الشيء، لأنه يمكن الفاشينيستات هلا والبيوتي بلوجرز عم بيأثروا على الصبايا بشكل سلبي أحيانا، بس أنت كمان يمكن بياخد منك مجهود كتير كبير لحتى تقدري تقنعي المريضات اللي عندك أو الزباين اللي بيجوا لمركزك. كيف تقدري تقنعيهم إنه يمكن الحل أو العلاج الطبيعي أو الشيء اللي معمول من ضمن الطبيعة أفضل لها على المدى البعيد يمكن؟ والله هذه بصراحة يعني مشكلة نواجهها يوميا، يعني من الصعب خاصة في سن معين انك تقنعها انك تحافظ من اليوم، تحافظ كما نقوله الوقاية خير من العلاج. من اليوم نبدأ، مليانة من سن 20-18 سنة ابدي اهتمي ببشرتك، بنلقى ان التقبل او انك تفهم شوية صعيب، بس باخذ معاهم شوية وقت انك تقتنع. ما فيش شيء صعيب قلت لا أبداً. كل حاجة لأنه الصبايا أنتوا صعب الواحد يفهم عليك. أوه كل حاجة بالنسبة لنا سهلة دلوقتي، بس خليني أرجع معاك أنت لتخصصك. المركز بتاعك بيقدم ما شاء الله خدمات ممتازة جدا، ولكن نصحتي من شوية البنات إن هي تهتم بالأمور العلاجية البديلة اللي ما فيهاش سايد إفكت. صح. بتشوفي أنت أشهر الحاجات المنتشرة دلوقتي الفتيات بيعملوها بشكل خاطئ أو أخذين عنها وجهة نظر صحيحة ولكن هي مغلوطة، فحابين ان احنا نعرفهم او نوجههم ان الشيء ده مصطح ولكنه منتشر لانه موضه. ماشي، خلينا نتفق على حاجه. اول انا كاختصاصيه علاج بشره طبيعي طبعا مش دي ضد عمليه التجميل عشان ما نكونوش متهجمين على الدكاتره زملائنا، بس خلينا نعمل عمليه تجميل لما تكون نحن فعليا نحن في حاجه لعمليه التجميل، مضطره انك تعمليها اضطراري. في حاجات لازم تدخل جراحي يعني عشان نكونوا صادقين. في حالات يعني ننصح، نحاول ننصح نتوصل نوصل معاها من المرحله انهم يقتنعوا ان ما فيش احلى من الطبيعه، من الطبيعه، لان نرجع والرجوع هذا يسموه الرجوع الى الطبيعه. لو نحن ناخذه من حتى من اجدادنا ما شاء الله كيف البشرة متحم، كيف طريقة أكلهم، طريقة عيشتهم، طريقة شو المواد الطبيعية اللي استعملوها. في الأخير نقولوا أن المادة الطبيعية حتى لو كان ما نفعتكش مستحيل تضر. هذا هي البديل. البديل. البديل الطبيعي اللي هو مثل ما حكيت حضرتك جدي وست وتاتا. أنا جدي توفى عمره 96 سنة، يمكن إذا بيكسر معي بيربحني كان، بس زلمة طول حياته كان بيأكل طبيعي، عسل. صح. والشجر من الأرض والزرع من زرعه.
بنرجع لنفس النقطة اللي هي تبعون تغيير ستايل الأكل تبعك. أنت عم تحكوا بس عن الصبايا، لا أنا بدي أقول كمان كشباب عم نحكي صبايا وشباب، الشباب صاروا يعمل عمليات تجميل صحيح أكثر من البنات إيه؟ مع أن أنا بشوف من منظوري أن الحين الشباب محتاجين أكثر، بشرة الشباب تحتاج أكثر عناية من البنت، لأن هم بيتجاهلوا، لأن هي ثقافة طويلة، ثقافة مجتمع، ثقافة. وكمان أقول فما بننسى إنه يعني ما شاء الله يعني إذا بقول لك هالدراسة بتصدمك، إنه دراسة في عام 2015 عملوها لقوا إنه الشباب أكثر إقبالا على عمليات التجميل أوكي أكثر من النساء، هذا في الوطن العربي للأسف يعني. بس لكن بعتقد انه عوامل الجو هي اللي اجبرت الشباب اليوم يهتموا بنضاره بشرتهم، الشمس احيانا، طبيعه العمل احيانا تدعي انه الشاب يروح يشوف بشرته شو احوالها. بس انا بدي اسالك بما انه انت من تونس، صح، من تونس الخضراء، صح، خضراء يعني مليئه بالفوائد، مليئه باشياء ونباتات عطرية بتهتموا بالجسم بشكل عام، لكن شو أهم الزيوت من تونس اللي بتستخدموها للشعر مثلا، للبشرة، للأشياء هاي، المواد الطبيعية، أعطينا نبذة عنها. بصراحة من الحاجة اللي نحن متميزين فيها تونس هي زيت الزيتون. زيت الزيتون، زيت الزيتون هذا يعني من أفضل أنواع الصابون التونسي، والصابون التونسي اللي هو مصنوع من زيت الزيتون. مزبوط. يعني أنا ننصح به مش بس للبشرة، للشعر، بس بطريقة طبعا تكون صحية وتكون على يعني عندك فهم لها، وللأكل. يعني كل هاي الأشياء الطبيعية بتقنع البنات شوي إذا هي قاعدة عم تحضر إنه أوكي رح نبلش. بس أنا هلأ أكيد في صبايا عددهم كثير كبير قاعدين عم يحضروا وبدهم يعرفوا شو الأشياء اللي ما هم يعني اللي هم مش متوقعين إنه الطب البديل أو الأعشاب أو الأجهزة اللي عندك بالمركز تعملها وهي فعلاً بتعملها. يعني مثلاً تقول واحدة أنا مثلاً عندي عظمة بأنفي حابة أعمل تجميل أو مثلاً إبراز الدقن أو شيء مثل هيك، قولي لي شو الأشياء اللي إحنا مش متوقعين إنه فينا نعملها من دون جراحة وهي فعلاً بتنعمل من دون جراحة. سؤال حلو جداً، لأن حتى في بعض الأحيان يجوني زبائن يتفاجئوا إن لما بقول لها نحن عنا فيلر طبيعي، نحن عنا بوتوكس طبيعي، فتصير تسأل كيف بوتوكس طبيعي. نحن فعلا أنا واحدة من الناس رحت إلى عالم البحار، من أعماق البحار نحب نستعمل هذه المواد. في بوتوكس من تحالب البحر، حاجة طبيعية بتعطيك نفس نتائج البوتوكس بس في مدة أطول. هو في يومها بتشوفي الفرق، نفس اليوم في يومها بتشوفي الفرق، بس انا ديما بنقول من 4 إلى 6 جلسات. هذا انت شو تحتاجي؟ بس ألفة البوتوكس حتى اللي عنده طبيب بيبان مفعوله بعد يومين ثلاثه، لان نحن مش نشتغله. طبعا هذا سؤال واجه، نحن مش نشتغله بس بالماده، بنستعمله اضافه الى اجهزه. أوكي. الاجهزه هذه كمان حتى المواد المستعمله فيها طبيعيه، نو كيميكال، ما فيش اي مواد كيميائيه. الفيلر نفس الحاجه، نحن بنعبوا الخطوط نفس كانك تضربي حقنه بس بالجهاز الترا ساوند. هو جهاز يتغلغل، في عنده ذبذبات صوتيه، يتغلغل طبقه القدم اللي هي الطبقه السفلى من عارفه الالترا ساوند، بس يعني بتحطي ايه عشان يساعد انه اكيد يعني بنحطوا مواد طبيعيه مع الجهاز عشان نملوا الخطوط، وانت في نفس اليوم بتلملي الخطوط كأنه فيلر. هيدي إحدى الحالات اللي بتستعملوها عندكم بالمركز؟ نحن تقريبا بنعمل كل الحالات، بس لكن دي سألك عن غير حالات شو مثلا؟ الكلف اللي هي مشكلة تعاني منها تقريبا أكثر من 60% من السيدات، الكلف، التصبغات، بنعالجوها بطريقة طبيعية باستعمال الكريستال المائي اللي هو صخر البحر عن طريق أجهزة، جهاز التقشير بس مائي، ما فيش حتى أضرار، ما فيش جوانب معناها تأثير جانبي، تخرج الزبونة بدون إحمرار، ما فيش تقشير. يعني أنت لما تسمع كلمة تقشير بيروح مخك لأن بيخرج كل البشرة حمراء وملتهبة. نحن بنستعمله بعدها كإضاءة تقنية عشان تخرج، ما فيش أي إحمرار، يعني تعمل ستوب رياكشن، بتوقف هذا الإحمرار، ما فيش أي قشور. في مدة من 6 إلى 8 جلسات مواداعا للكلف، وهذا انا متحدية فيه يعني
كلنا الجميع الكلف اللي عندنا الهالات السوداء كثير النساء خاصة تعرف ما شاء الله واو يعني انت يمكن ابهرتينا بالاشياء اللي قلتي لنا اياها وفعلا احنا ما كنا متوقعين بس بصراحه انا ومنا وحنجيب نوار معنا ونجيك زياره لازم نقول شوقتينا على ارض الواقع فعليا بتشوفوا نتيجه يعني تقريبا في ساعات في بعض الاحيان هالات السوداء تدخل بالهالات السوداء تخرج بدون هالات ما شاء الله لا اذا هيك خلص احنا اليوم جايين لك اليوم جايين لك بنشكرك كثير على هاي المعلومات شكراً على وفعلا على المعلومات اللي قلتيها اللي يمكن ممكن تساعد تغير شوي بحياه طبيعيه عم تلجا للتجميل والجراحه شكرا كثير لك شكرا على استضافتك نورتينا شكرا يعيشك بنوركم شكرا